بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، انطلاق للشوط الحادي عشر في هذه اللحظات مع هذه الأشواط المسائية ومنافسات سن اللقاية، حيث نشاهد معكم هذا السباق المحل السادس من ميدان الشحانية، ونتابع معكم هذه الأشواط المفتوحة هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. الشوط الحادي عشر شوط خاص بالبكار، ومسافتنا هي 5 كيلومترات. نتابع معكم انطلاقة هذا الشوط ونسير إلى المقدمة والصدارة، حيث تقدم سيوف على مقدمة الشوط من هجن أم الزبار من استفتحت الإذاعة وتقدمت على المركز الأول، سعد بن سالم الهول النعيمي من يقدم لنا سيوف على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. نقلتنا إلى ثاني المراكز لنتابع المركز الثاني، هذه الغزيل اللي خذت المركز الثاني بشعرقن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم الغزيل على المركز الثاني مع انطلاقة هذا الشوط. بينما على ثالث المراكز مشاهدين الكرام في هذه اللحظات يأتي التقدم والانطلاق من قبل أمجاد من هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن زاهرة من يقدم لنا أمجاد بشعار هجن أم الزبار مع ثالث المراكز والمركز الرابع. هذه انتصار القادمة بشعار هجن أم الزبار، مبارك بن محمد بن صرير من يقدم انتصار على المركز الرابع. المركز الخامس من وصلت أمواج تحمل شعار هجن الغرافة تتقدم على المركز الخامس وعليها الرقم 5، هذه أمواج سالم بن عامر المدهوشي في أيضا المتابعة والتضمير، ومن يقدم لنا أمواج على المركز الخامس. هذه الأسماء مشاهدين الكرام التي تتقدم في أول ندى في الشوط الحادي عشر من أشواط الخير والبركة في هذه الأمسية الرائعة من هنا من ميدان الشحانية، حيث نتابع معكم انطلاقات سن اللقاية في هذا المساء مع هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. عودتنا إلى صدارة الشوط وإلى المركز الأول، إلى هذا التقدم الجميل مع هذه الثنائية الرائعة بشعار هجن الشحاني وشعار هجن أم الزبار على مقدمة الشوط. ولكن هذه الغزيل على الصدارة والمقدمة تتقدم بشعار هجن الشحانية في هذه اللحظات مع الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا الغزيل في هذا الانطلاق على مقدمة هذا الشوط. بينما هنا على المركز الثاني التواجد من سيوف من هجن أم الزبار، سعد بن سالم الهول النعيمي من يقدم لنا سيوف على المركز الثاني وثالث المراكز. الشعار الغرفاوي يغير من مركز إلى آخر من خلال تقدم أمواج، غيرت إلى ثالث المراكز في هذه اللحظات بشعار هجن الغرافة. سالم بن عامر المدهوشي من يقدم أمواج في هذا الشوط مع المركز الثالث المركز الرابع. رابع المراكز مشاهدين الكرام، هذه أمجاد من هجن أم الزبار وحمد بن سالم بن زاهرة في عملية التضمير، ومن يقدم لنا أمجاد على المركز الرابع في هذه اللحظات. ما شاء الله مربع ذهبي جميل يسير بتشكيلة رائعة من خلال هذه اللحظات المثيرة. ناخذ المركز الخامس، خامس المراكز متابعين الكرام، شعار هجن أم الزبار يتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الرائع من خلال تقدم ووصول انتصار من هجن أم الزبار، مبارك بن محمد بن صرير من يقدم لنا انتصار على المركز الخامس. النتيجة للخمسة الأسماء في ثاني ندى متابعين الكرام مشاهدين في كل مكان. ولكن عودتنا إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط مع الغزيل، الغزيل على صدارة الشوط من هجن الشحانية تتقدم بهذا الانطلاق حتى هذه اللحظات، ويقودها الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم الغزيل في هذا الانطلاق على مقدمة المسار. ولكن الشعار الغرفاوي يغير من مركز إلى آخر من خلال انطلاقة أمواج الحاضرة في بحر الأصالة تتقدم بشعار هجن الغرافة. ما شاء الله، هذه أمواج مشاهدين الكرام مدهش المضمرين من يقدم أمواج في هذا الشوط، سالم العامل المدهوشي. هذه أمواج مشاهدي الأعزاء اللي غيرت إلى المقدمة المركز الثالث، ثالث المراكز أمجاد من هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن زاهرة في عملية التضمير ويقدم قدم
لنا أمجاد على المركز الثالث. المركز الرابع أنهار القادمة بشعار هجني أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا أنهار المركز الرابع. رابع المراكز هذه الشدة القادمة وصلت في هذه اللحظات بشعار هجني شحانية مع الشبل جابر بن سالم بفران المري من يقدم لنا شدة. المركز الخامس خامس المراكز متابعين الكرام من وصلت الوسمية بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم فران المري ما شاء الله يهي اسماء حاضرة في هذا الشوط ومنطلقة بين جنبات هذا الميدان. العودة إلى مقدمة الشوط بتقدم أمجاد وحضور أمواج وانطلاقة الغزيل واندفاع جميل من خلال أيضا تقدم شدة ما شاء الله رباعية جميلة تسير بمقدمة هذا الشوط ولكن العودة للصدارة من خلال تقدم أمجاد. أمجاد 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 بشعار هجني أم الزبار وحمد بن سالم بالزاهرة من يقدم لنا أمجاد في هذا الشوط. على المركز الثاني تحركت شدة في أمتار الشدة في أمتار الشدة هذه شدة مشاهدين الأعزاء بشعار هجني الشحانية تحضر باندفاع جميل في اللحظات الأخيرة. الله 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 شاهد هذا الانطلاق في اللحظات المثيرة من شدة بشعار هجني الشحانية نتابعها من خلال هذا العرض الجميل في اللحظات المثيرة بشعار هجني الشحانية ومن يتابع شدة الشبل جابر بن سالم بن فران المري ما شاء الله على الشعار اللي ادعم ونوعياته الفاخرة يقدم لنا شدة في هذا الاندفاع الجميل. المركز الثاني هنا أمجاد. المركز الثالث وصل الشعار الغرفاوي مع أمواج على المركز الثالث ولكن شدة مع الصدارة مع الفوز والناموس والانتصار بشعار هجني الشحانية تطير بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجني الشحانية تهانينا للشبل جابر بن سالم بن فران المري. اللحظات الأخيرة والشدة تحضر بحضور جميل في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجني الشحانية تهانينا للشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي قدم شدة في هذا الشوط. المركز الثاني أمواج قدمت عرض مثير أيضا بشعار هجن الغرافة مع مدهش المضمرين. وثالث المراكز الوصول من أمجاد بشعار هجن أم الزبار حمد بن سالم بالزاهرة. المركز الرابع رابع المراكز مشاهدين الكرام من وصلت أنهار بشعار هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان. المركز الخامس المركز الخامس كان الوصول من وسام بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل شاهدنا معكم هذا الشوط ولكن الحضور المميز من شدة خاطفة الناموس هذا الشوط بشعار هجن الشحانية. توقيتها الزمني 7:46 32 جزء من الثانية وتوقيت شدة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية تهانينا لمن قادها الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما المركز الثاني كان من نصيب أمواج بشعار هجن الغرافة بتوقيت المقدارة 7:48 48 جزءا من الثاني. تهانينا لهجن الغرافة وتهانينا لمضمرها سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث من وصلت أمجاد بتوقيت المقدارة 7:50 62 جزء من الثاني. تهانينا لهجن أم الزبار تهانينا لحمد بن سالم بالزاهرة على فوز أمجاد بالمركز الثالث. هكذا